أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، تأتيكم مباشرة من قناة أوراس تي في في لندن. نتحدث اليوم عن مخرجات اجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالوزير الأول ووزراء الداخلية والصحة وقائد الدرك وأيضا المدير العام للأمن في الجزائر وولاة الجمهورية في كل من الجزائر ووهران وبسكرة وسطيف وورقلة وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة والذي خصص لدراسة الوضعية الصحية في البلاد على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كورونا في عدد من الولايات وزيادة عدد الوفيات. الاجتماع كان يوم الخميس وخرج بقرار لمنع حركة المرور من وإلى 29 ولاية لمدة أسبوع ابتداء من يوم الجمعة، يعني خلال أقل من 24 ساعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة وكذلك منع النقل الحضري والعمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط بين أي داخل الولاية الواحدة في 29 ولاية المعنية، إضافة إلى إجراءات أخرى تسييرية في محاولة كما قال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية لاحتواء انتشار جائحة كورونا. قرارات أحدثت جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، وغلق يعني علق عليها بأنها قرارات غريبة الكثير من الجزائريين. هذه القرارات خلقت ظاهرة ومصطلح جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصطلح العالقون في الجزائر أو جزائريون عالقون في ولاياتهم، يعني جزائريون عالقون بعيدا عن مقر سكنهم خارج ولاياتهم، ومصطلحات أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل نطالب بإجلائنا من ولايتنا إلى ولايتنا الأصلية أو إلى مقر سكنانا. هذه القرارات تعلق عليها أيضا كثير من المراقبين إنها دليل على عدم وجود أي رؤية ولا خطط ولا تصور لدى السلطة في الجزائر للتعامل مع جائحة كورونا وإدارة هذه الأزمة منذ أن بدأت قبل أشهر. أيضا ذكرتهم بتلك التصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزيره الأول لوزير الصحة ولوزراء آخرين، والتي كانت مطمئنة للجزائريين بأن الحالة الصحية ليست كارثية وأن الوضع وضع قطاع الصحة في الجزائر هو وضع على ما يرام، وأن الأموال في الجزائر موجودة والرئيس تعهد بتجهيز القطاع بمليار دولار كما قال. وسنعطيكم هذه الفيديوهات التي نشرها الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتذكروا ما كان يقول به المسؤولون في الجزائر. إذن هذه القرارات أيضا أعطت دليلا آخر للجزائريين، دليلا على الوضعية الكارثية لقطاع الصحة في الجزائر، وأن هناك فعلا بون شاسع بين تصريحات المسؤولين وواقع الحال للجزائريين. سنتحدث عن حدث آخر وقع يوم الخميس، يعني كان الرئيس يجتمع مع هؤلاء الذين ذكرناهم، في نفس الوقت كان هناك البرلمان بغرفتيه في جلسة بثها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة شبه الرسمية، تحدث فيها رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس البرلمان، وكانت بمناسبة اختتام الدورة السنوية للبرلمان. كلام عن إنجازات قال به رئيس البرلمان سليمان شنين، وكذلك قال به رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، تزكيات وحديث عن إنجازات ونجاحات حققها البرلمان ومجلس الأمة وحققتها السلطة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد المجيد تبون. وبالعودة إلى وضعية جائحة كورونا، هناك مشهد عبر فعلا عن هذه الحالة وهو لقاء بين طبيب ووزير الصحة في مدينة بسكرة. نتابع هذا المشهد ونبدأ النقاش. سيد الوزير، هل نرى 10 ولا 5 شهور في الحالة هذه؟ إلا اليوم رانا نشوفه الوفد هذا كامل، كان المدير وكان النائب نتاع هذا اللي جونا هنا، ما جينا حتى واحد هنا. اليوم كي جيتنا انت راه مشاو كاملين.
عندي ساعين ما جات سمي بدي بدوع بالشوف ابني اللي عربي ما يجيش يقول حتى كلمه مليحه كان هذا ما فوق جنبي انا يقول لك كلمه مليحه معليش بارك الله فيك انا يقول كلمه هل علاش فضيت على قلبي حتى عارف لانك انت وسيد وعارف عينا تعرف مسؤول يقرب لي يهرب مني مسؤول انت في الخطه انت يهرب مني احنا المدير نتاعنا بارك الله فيه نقول لك من فيه زمل فيه ما عندي بيه حتى سموه بس راح يجيني الليل والنهار معليش يا شيخ نشوفوا بعد ان شاء الله شوفوا نتكلموا ان شاء الله مش وقت يبون يدرك كل ملي قلوبنا مليانه مليانين مليانين خمس اشهر ولا ست اشهر معليش فدينا تعرف فدينا من عندك شويه اعطيني شويه ونقول انا حدث فيكم مازال عندي الغالب ما دي طايحه الغالب ولا ما شوفهمش اعز حاجه عندي في الكون امي ما شوفهاش سيد الوزير عندنا بالاحتياط يا حمام ديالك شوف لنا الدنيا كلها رانا عاد خدينا شوفوا بعد ان شاء الله دكتور إلي في هذا النقاش الإعلامي المحلل السياسي الأستاذ العربي الزويمية معي عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ العربي الزويمية قرارات تتخذ في اجتماع كان اجتماع عاجل للمعنيين بهذه الجائحة، الرئيس، الوزير الأول، وزير الصحة، وزير الداخلية، جابوا قيادات الدرك، قيادة الشرطة، وأيضا لجنة المتابعة لهذه اللجنة الصحية للمتابعة وتأخذوا قرارات. كانت قرارات تسييرية يعني لمحاولة يعني تطويق هذه الجائحة، لكن هناك قرارات أخرى بالحجر بطريقة يعني حاروا فيها الجزائريين يعني ما فهموهاش، والعالقون اليوم في الولايات بسموهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يشكلون كارثة أخرى، يعني ناس خدامه، ناس مرضى، ناس كانوا في زيارات عائلية والقوا رواحهم خلال 24 ساعة أنه مسجونين في الولاية. ظاهرة أخرى أيضا تحدثت عليها الصحف اليوم وهو مجموعة المواطنين اللي راحوا للبراجات على الجدارمية وتاع الشرطة وما فهموش يعني حابين يروحوا. ما هو تعليق على الأداء هذا؟ الأداء لأنه هذا أداء لإدارة أزمة. أولا السلام عليكم أزول شلاون وتحياتي ليك وللمشاهدين تاع قناة أوراس تي في. يعني هو يعني من ناحية يعني باش نكونوا صائبين، يعني ستة الغوفرنمون والحكومة والرئيس هذا يتلفوا في وقت الجزائريين، ليس يتلفوا برك في وقت الجزائر، يعني هذه هي الخلاصه، يعني قاعدين يكسروا في البلاد فقط، هذوم الناس هذوما قاعدين يكسروا في البلاد، إيل نافيغ أفي، هذوم الناس ما عندهمش وسائل، هذوم الناس مش هم دي كومبيتون في أصعب أوقات البلد، أصعب أوقات البلد، البلد صعيب الوقت نتاعو ما عنده حتى شيء، قاعد هذاك وزاد له كورونا، راك تشوف البيرسونيل نتاعهم اللي يجيبوه ما يهمهمش، هذوما ان نافيغ افي ما عندهم لا بلا، ما عندهم حتى شيء، يا اخي عندهم القاعده الرقميه تاع الصحه المره الاولى بعد لا ديمارش نتاعهم بعد ديجا الي شاويتي، الطريقه نتاعهم بعد ديجا رجل مكسره ورجل طلع، سي دي كلوبان كلوبون، هذا الرئيس قاعد يريب في البلد، هذا الرئيس ما عنده حتى علاقه بالبلد، انه اللي نقولوه هذو يتلفوا في مصير البلد. يعني انت تقول بلي كانت اصلا المشكله في المنهجيه، يعني في الابروش ايضا اصلا اللي تناولوا بها القضيه منذ بدء الجائحه، يعني there is no approach يا سيدي، ما كان حتى ابروش عندهم المره الاولى بعد ديجا قضيه الحجر الصحي بعد ديجا لا بارسياليتي هذه جيوغرافيك هذه مين نسمو ولا بارسياليتي تاع الولايات والبراجات وعلى الثلاثه وكل هذا الكورونا هذا يا يبروبو في وقت يخرج في وقت ولا ذيب هذا دونك هما بعد ديجا باسكو هما ما عندهاليش انا اي سون بوبوليست ما عندهمش القوه الشرعيه باش يقدروا الناس تثق فيهم او على بالهم الناس ما تثقش فيهم سي بور سولا واش نشوفوا ضرب نشوفوا والو واحد جاش كلم ولاد قال لك اضرب ويرجع النظر شي هضره هذه انا ما نقول نقدر نهضرها انا نتنرفا كضي والي قال يا جماعه نطبق القانون على الجماعه برك اضرب ويطلع مال يشوف فيه زاد ديجا لا كول نتاعو بعد الوالد سيتي
وين نروح للسكره البازر السكره ونروح للعلمه ونروح هذاك ونروح هذاك والفاتمه. هذه هي لا كاتيجوري البيرسونيل بعد كيفاش البيرسون المستخدمي الدوله اطارات الدوله بعد سي لا ديكادونس ان سو با الدوله ليست ذكيه. الكورونا هذه لو 14 سبتمبر ظهر عندنا اول وش اسمه ديجا هما بعد الشيء اللي داروا في بليدة والشيء اللي داروا في الجزائر والشيء اللي داروا في الولايات الاخرى ومن بعد زادوا تراجعوا ومن بعد خلوا الناس ومن بعد قالوا الناس ومن بعد الكمامات ومن بعد ماشي كمامات ومن بعد كارتيات ومن بعد ماشي كارتيات ومن بعد كل اللي فاقوا باللي راهو في بلاصه ومشوا في بلاصه ومانتنون في 24 ساعه يديسيديو واحد رايح عند عمته من 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 قسنطينه يروح عند عمته في الشنف يلقى روحه حابس ما يروحش للدار سيدي مانال واش راح نقولوا عليهم نقولوا عليهم واش راح نعلقوا عليهم هاي الجنس تشوف فينا واش نعلقوا عليه صحه كاينه هي قيمه على نوع من 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 رجوع الكورونا فلربما بتات الانسيدونس ولا مورتاليتي يعني تاخير الوفيات نوعا ما اللي ستابيليزيت الجور العدوى فلربما لا كاباسيتي تاع كورونا ولكن الدوله الجزائريه هذه التي تتمايل وكانها في حاله في سكر هاي قدامنا ما عندناش حاجه اخرى حنا في لا جلوباليتي هذه هذو ما يكسروا في البلاد البلاد اللي تجيب لك ناس كيعود واحد حب بلاده كيعود واحد حب بلاده صح حب يدير الريدريسمون رغم انه غير شرعي او واحد ما فوت عليه فوتوا عليه مليون مليون ونص هذا جاء نصبه ماكرون او شرعي او جابها بزنده تاعو واحد ما صدق عليه واحد ما هو عبد ماكرون اني باي سكلاب دو بيرسون جابها بذراعه من بعد يحكم عليه الشعب الفرنسي يلحوه كي ما يديرش انت ما جبتهاش بذراعك انت تجيب كون على بالنا بيك وعلى بالك تروح والشعب على باله بيك والعلم على باله بيك وقاعد يدير باش يجيب يونيكيب على الاقل كويرون يجيب له مخير يحوس حتى على فريدمان هذا يتبص فريدمان في الايكونومي هاك تشوف رزيق من وهذاك تاع جوناسي سبور من وهذاك تاع طرامن من والولي تاع سطيف من والولي تاع البيض من وجوناسي باكوا وهو كل وهو يهضر وزاد في هاسي محمد 5 جويل يا سي محمد هاسي محمد 5 جويل احنا خرجنا فرنسا تجيب لي فرنسا 24 وفرنسا 24 ماشي ماشي ما عطاتكش قدر جاتك كون جاتك سي انا نقول حتى مرزوقي تاع تونس سي امامبور تاع سي ان ان اللي حورت جايب لي فرنسا 24 فرنسا 24 قاعده سي سمي كلاب نتاع لي زاماتور وجا واستقبلوا في ليل 5 جويل يا ويهضر داكور اللي تي كويران في الهضره تاعو يعني باش نقول وحتى جورناليست كان يعني كان ممنهج يعني حتى من حتى ولكن رمزيا ما با بوسيبل رمزيا با بوسيبل سي محمد تي بريزيدون دو ريبوبليك في 58 سنه بعد الانديبوندونس وحنا في مشاكل مع البلد هذيا وكلهم يتليفوني لماكرون قال له المره الاولى بعث لي جماجم بعث له الجماجم زاد تليفونا له قال له زيد كي بعث بزوج جماجم قاعد يقول لي اكسبلوتي في الجماجم بوبوليست صورت الجماجم هذوما بوبغلا جمجمة بوبغلا تأتي الجزائر عبر طائرة وتجد لصوص يستقبلون فيه هذا بوبغلا كان بوبغلا وسوفرة أو من سعيدة هو يضرب فيها جايبها حرب من سعيدة وهو ماشي حتى العين بسام وستطلع على البلاد القبيل وستهبط الأخر تاع الساعات بوزيان بوزعيان أنصر كليون 47 عامين على واحد وزاد هذاك وزادوا قتلوه مساك بلي مولاد هذا بوزيان هذا اللي قتل روحه عامين هو مسوف في 1847-1849 وداولوا يعني اهانه داولوا الجمجمه تاعو باش يدرسوها يشوفوا الانتيليجونس تاع فرنسا بكري كما داروا لا بريزيليان هذيك اللي جابوها واكسبوزوها في باريس نوعا ما باش يشوفوا العقل تاعها كي كملت قتلوها وقصوا لها راسها وراحوا يدرسوها جاب بوزيان شكون يستقبل فيه تبون تاع اونسيان وزير السكن ويخفي علينا ما شو حابين ما كتبوا ويستقبلوا هك توت لارمادا هذه وشني يعني بوزيان يستقبلوا شني طالس حتى نضرب فيها مصر ياك على بالك مني رانا اسمح لي سو الثورة التي انجزناها انجزناها ويعني نقول لك واعطتنا احترام كبير تي انا يعني عشتها انا اني عشتها شخصيا في نيويورك مع واحد فيو من المكسيك كان في جامعة مكسيكو في 58 كي قلت له انا من الجزائر قال لي هات الخمسه يعني يضرب الخمسه كيف ينفع والله العظيم قال لي كنتم 58 كنت طالب كنتم الجزائريين كنا منبهرين بكم يعني والله العظيم هذا مكسيكان الارجنتان البرازيليان الدولنا كل الشعب كل احترم فينا ما رحناش ما قلنا لهم رانا يعرفونا بالايديا الرئيس تاع الامريكان خطب علينا
خطب جامي وقعت في الاستقلال البلد ان يخطب رئيس. واش وين رانا في شني وفي جوجي حكم الهضره كاين هو قاعد يخصط بينيتيريان ديتو حتى فوق الثوره. كان وزير النقل وقت بومدي الشكور راح كوع الطياره. انا نجيو بلا ما تسبقنيش، عندي ما عندي المحور تاع شنين جوجيل كي نوصلوا ليه، لكن خليونا فقط في قضيه المعالجه. هنا ثاني كاين 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 ديبا كبير، يعني كاين نقاش كبير في بريطانيا وين النواب وكذا يحاسبوا في 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 يعني رئيس الحكومه وشنو هما لي فاي وشنو هو المشاكل اللي كانوا في التسيير في الاسبوع الاول والثاني والثالث نتاع الازمه. يعني نحكيوا على 3 شهور ونحكيوا على سبتمبر واكتوبر، هل أنت عندك على الأقل معطيات على ما يسمى لفو ديبا الانطلاقة الخاطئة لمعالجة الأزمة من الأول؟ يعني لأنه الأزمة راهي عالمية وكاين مشاكل، هم يقولوا كاين مشاكل في كل البلدان. وين المشكلة اللي كانت في 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 التصور نتاع الحلول من النهار الأول؟ المشكل الرياكتيفيتي في غروند بريطانيا. في بريطانيا هي سيستم دو سانتي، في ميكانيزمات موجوده، لوبيتال اي لي لا، ما يستناش توجيهات رئيس الجمهوريه حيث قال وحيث اكد وحيث هرب وحيث خرج ثم حيث دخل. يا با دو حيث في بريطانيا هي ان رياكسيون اوتوماتيك باسكو لي سيستم اي كونسو. Il y a un hôpital, il y a une infirmière, il y a une autre, le mécanisme est là. C'est-à-dire le mejhoud, le kabir, tout ça, pour trouver le processus, y compris en France. En France, on dit que le en France, il était extraordinaire, la communication. Il était extraordinaire. وما له يقوله وما للوزير الأول يقوله وما للرئيس يقوله. احنا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية. سكي في يعني انت البلاد هذه رئيس الجمهوريه والغوفرنمون هما اللي يديروا الاقتصاد وهما يديروا سيتادير سي وكان هذا سي يعني واش هو هل الشعب هذا سون زيميسير سيريمو. لان فقط المشكل الاساسي والذين دمروا المؤسسات الصحيه ولن واحد ما يصلحها، اقسم بالله واحد ما يصلحها، وما زال نزيد نشوف مازال نشوف لو سيستيم دو سونتي تاع الذين كسروه نهبوه الذين تركوا الفوضى تعم وخرجت لنا قطاع خاص سونز اسيز يسون بوليتيك تاع ان المواطن الجزائري لابد ان يواجه سكون ابل ان سيستيم يونيفرسال افيك اون اسيرونس سوسيال بويسون وما يديرليش بارب انا لا قبيله تبني. وهذا هو البروسيسيون سي بور سولا تلفنا لي كادر تلفنا وش اسمه لي زوبيتو. اني كنت في لوبيتال في بلدي، اني كنت في لوبيتال ونقول لكم شنو هو، اقسم بالله يا في 1970 هذه 80 سنين بعد الاستقلال الناس ونقول لكم شنو هو لو ستاندار نتاعنا كان ستاندار اوروب يا ونقول لك الخراب اكونستانتين نقول لك شو الخراب كله في كل بلد مهما تعب مهما تمد لان فقط الناس اللي قاعده تدير يروحوا الصوار هذوك ويترنجيكتوا عند البانديه اللي يشري سكانر يشري منه ذاك منه ذاك اللي يشري اكسليراتور من الامريكان عن طريق لبنان اللي يشري من الالمان اللي يشري سكانر من سيباكا لي سكانر ديجا وقت ذاك لو سيستيم دو سونتي هذا سي ان سيستيم دو سونتي ان ريبون با باسكو ديجا فيه ديبات كلهم يهضروا لان فقط ما عندكش دوله قائمه. والدولة نرى كل يوم يجتمعون ويجتمعون ويقررون هنا قلنا أكون تهدر في هذا يعني قعدوا جمعوا وقالوا صحيح لأن ما كانش نقل بعض البلدات سي محمد في البلد تسأل سي محمد لازم تحضر الناس كل يوم وهما كان سي لوبسكيريس أوبسكيرو هذه نقولها كنا راهم قاعدين يصون في سيتياسون كاتاستروفين أو على بالهم بلي راهم خطر وحنا بعد لازم نقولوا على الخطر لازمنا حتى البديل ما لازمش يحدث فوضى الخطر كبير في المنتع يفو با الواحد يستهزأ. طيب أنا حتكون لي فرصة نعم ناخذوا تعليقات نتاع نشطاء اللي عايشين في ولايتين من الولايات 29 اللي راه حصل فيهم هذا القضية هذا الحجر والمنع من التنقل داخل الولايات في عطلة الأسبوع وبين الولايات لمدة 15 يوم وبعد ذلك نعطيك بقطع من رد تبون على كلامك يعني اللي تحكي على القطاع الصحي تقول بلي القطاع الصحي ما يسواش في البلاد السعودية لك السيد العربي زويمية. أرحب بالسيد فالح حمودي الناشط الحقوقي
والنقابي من مدينة رمسان ومن مدينة البوليدة النشط السياسي الأستاذ محمد دعدي. سيد فالح حمودي، من نظرة النقابي أيضا ومن نظرة الناشط الحقوقي، كيف راكم عايشين؟ كيف عشتوا هذه القرارات؟ كيف استقبلتوها؟ كيف وقعها على الناس؟ السلام عليكم. سلام. مرحبا مرحبا بالجميع. الله يسلمك. أظن بأن الحكومة الجزائرية راحت تقوم بأعمال بكل صراحة بدون رؤية وبدون استراتيجية، وخاصة فيما يخص قضية كوفيد 19. وهذا احنا قلناه من أول ما تحل هذا كوفيد 19 في الجزائر، لأن في أول وهلة كانت معالجة غير معالجة في المستوى، وغير معالجة لتلبي طموحات الجزائريين اقتصاديا وصحيا واجتماعيا. وهذا يخلينا نقولوا باللي ان هذه السلطه هي في الحقيقه هي سلطه كيفاش نقولوا سلطه البريكولاج. دونك احنا نعيشوا ان بريكولاج من خلال هذه القرارات اللي راها تجي مع السلطه. اليوم يقول لك ادخل، وغدوه يقول لك خرج، وبعد غادي نعاود يقول لك ادخل. وهذا اللي راه ياثر حتى فيزيكمون حتى نفسيا على المواطن الجزائري. وما بكل صراحه عدنا ما نأمنوش في هذه المعالجات، لان المعالجه اللي تكون عندها اللي يكون عندها نتائج تصاعديه في الامراض فهي ليست معالجه. والدليل ان اليوم احنا نعيش في أرقام كبيرة بالنسبة للأشهر الماضية. وهذا يخلينا دائما نرجع إلى الشرعية والمشروعية نتاع السلطة اللي هي بالحقيقة سلطة كما قلت سلطة بريكولاج. طيب على مستوى يعني نعم يعني على مستوى المحلي يعني في تلمسان، وش يحكيوا المواطنين وش يهمنا كثير يعني، أو وش يحكيوا زملائك النقابيين لما سمعوا بهذه الإجراءات الأخيرة هذه؟ نعم، هذا هو الحكاية اللي راه موجودة. نعم. راه موجودة حكاية موك دو كونفيونس، ما كانش ثقة في هذه السلطة، لأن هذه السلطة ما عندهاش رؤية واضحة في هذا المجال. لأن اليوم المواطن راه موجود في داره حتى يشوف على شاشة التلفزيون أنه ما ينجمش يخرج العشية، حتى الانفورماسيون حتى المعلومة غير موجودة، وإذا وجدت فلا توجد في وقتها. هذا كان إشكال كبير لنا في الولايات وفي القرى وفي المداشر، لأن لازم نعرفوا باللي كاين قرى وكاين مداشر وكاين ناس عندها أمور وعندها انشغالات لازم تتنقل من جهة لجهة. وبالتالي لما تشوف على شاشة التلفزيون بأنه ما يقدرش يتنقل غدا للمكان الفلاني أو للولاية إكس، فهذا يوقع له إحراج على مستوى إحراج نفسي وإحراج على كل المستويات. نعم. طيب سفات سعودي ليك في سؤال آخر. نأخذ فقط تعليق من البوليدة من السيد محمد دعدي. كيف هي الأجواء في البريدة؟ البريدة هي كانت من الولايات الأولى اللي أصابها الحجر. تبون في ذاك الوقت قال ما نقدروش نكملوا في الحجر، وما نقدروش نعملوا حجر على ولايات الكل، لأنه كان مشكلة تاع التسيير، وكل يذكروا هذه المقولة. الآن عادت نفس الفكرة. وش يحكي الشارع البليدي على الأقل من خلال الناس اللي تتلقاهم أو النشطاء اللي راك تلقاهم؟ بارك الله فيك أخويا سليم، شكرا على الدعوة، وتحياتي لك ولأخ صالح ولي محمد العرب الإزوانية وذلك نحييه من هذه المناسبة. أول شيء مدينة البوليدة، والله يا أخويا سليم يعني حقيقة كما يقول الشاعر عجب العزاب ولو ترى عيناك. يعني أول شيء تم الحجر الصحي كما يقال كما يقول تبون على هذا الولاية هذه. من بعد ما قدروا شيء جد بكل الولايات ما قدروش يقسموا ما يلحقش الكثير، يعني اغلب السكان تاع مدينه البوليده ما وصلتلوش مساعدات يعني.
لما ما قدرش الناس تبدا تشكي والناس تخرج اكيد هذا الخطر عندك يعني الناس تشكي والاحياء سكان احجو يشكو ويغلقوا الطريق لانه ما عرفوش يلحقوا الماء ولات وما الى ذلك فتحوا فتحوا الحجر لحواه زادوا له حتى الزوج وما تقول حتى الثمانيه وما عاد كنلقوا هذا التخبط هذا هنا لما كنا ننادوا بدوله مدنيه ونقولوا دوله مدنيه مش عسكريه لانه العسكري ما يعرفش يسير العسكري يعرف يحمي الحدود يحمي المياه الاقليميه يحمي المجال الجوي ما يعرفش يسير دوله ما يعرفش هذا السبب يعني والحمد لله رب العالمين يعني كيف يقول لك ان الله سبحانه وتعالى هو يحفظ الله وستره سبحانه وتعالى لا يعني ما كنا يعني ربي يعلم شوف اوروبا مثلا من كانت ايطاليا 5000 اليوم 4000 الوفيات انجلترا كمان عندكم شو شحال كانت الوفيات وشو شحال كانت احنا يعني هذوك الدول اللي كان فيها عشرات الالاف يعني بالموتى يوميا قضات يعني بفضل سبحانه وتعالى يعني بفضل المنظومه الصحيه يعني جيده وما الى ذلك قدر تقضي تفتح الحدود ونتسوق وما الى ذلك احنا نشوف نبغى هذا الصحه تصور وزير الصحه غير مقبول ان يكون نقص في الاكسجين في المستشفيات يعني شكون المسؤول يعني اذا جاء المسؤول الاول يعني في 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 كل هالكلام يعني شكون يتحاسب؟ انت تتحاسب لو هذا الامر حدث في دوله تحترم نفسها يعني دوله اوروبيه تحترم نفسها تحترم شعبها لقدم استقالته هذا المسؤول هذا لكن هنا للاسف الشديد يجي يتبجع ويلوم وكل واحد يترك اللوم على على الاقل من رتبه وما الى ذلك وما اخر شيء هل ما كانتش يعني هل ما كانش نتائج ملموسه للحجر الاول على البليده ما كانش نتائج على الارض يعني كانت مليحه ولكن نقص المواد الغذائيه ما كانش تدخل خويا دليل نعم. لما توقف الناس ما تقول ما تخدميش صح الناس اللي تخدم بالشركه العموميه ولكن الناس اللي تخدم في واحد يكتب في الله واحد يكتب هذا هو هذا هذا لما توقفوا تاب منين راح ياكل هذا مليح انا 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 راح نعم تبون نجاوب على هالاسئله نعم طيب راح بسرعه هذه الحاجه نعم هنا عندك قضيه الماء مثلا قضيه الماء قضيه الماء ما عادش الماء اخويا سليم شهر ما لحقناش الماء تصور يا اخي الخط ينقطع محمد دعدي الخط ينقطع نحاول نتواصل معك مرة أخرى عذرا مشاهدينا الأعزاء عموما وش قالوا على قضية أولا واقع الصحة ثم ما قالوا ضيوفي على قضية إمكانيات وكيف تسير أزمة الحجر رئيس تبون هدر في هذا الكلام يعني وماذا بنا نسمعوه لأنه الكلام نتاعه جديد يعني عنده يعني تقريبا 3 أسابيع فقط يعني نتابع هذا المقطع ونعود للأستاذ العربي زويمية إن شاء الله يكون يسمع فيه هو أيضا أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره المالية ما فيش تعطير كبير لأن أخذنا احتياطات أنا اللي أعتقد أنهم يتمسوا أكثر هما المهن اليدوية هادو خصصنا لهم 1,000,000 في الشهر ديباناج 1,000,000 ما يحلش مشاكل دفعنا 1,000,000 الأول ورانا ندفعوا في 1,000,000 الثاني ونزيدوا ندفعوا حتى يترفع الوباء حتى يترفع الحجر كليا وباء ولا ماشي وباء مشاو خدموا وزرعوا ونتجوا والإنتاج تاعنا فات 25 مليار دولار فات 25 مليار دولار أول ما زدنا أنا زدت في قدرة شرائية نساش باللي فيه ملايين صحيح مواطنين نحيت عليهم ضرائب كان واقع أستاذ العربي زويمية كان واقع صحي حبيت ولا كرهت يعني هو الأحسن في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا هذه واحدة وثانيا سيد راهو سرح ملايين للناس يعني هناك
رؤية وطريقة لإدارة الأزمة، الأزمة المالية والأزمة الاجتماعية الاقتصادية الناتجة عن الحجر وعن جائحة كورونا. والكلام هذا واضح وجديد، هو اللي تبون أسبوعين أو ثلاثة فقط. يعني كيف ممكن أنه اللي يسمع في هذه الحصة يسمعك أنت ويسمع التبون؟ الأستاذ العربي عندنا مشكلة في الصوت، ممكن راهو ميوت. Just one second. طيب. Is it okay? أنا نسمعك الآن. أوكي. هو جيستومون كيفاش تعود عندك لي زيليمون دو كومباريزون تقارن ما هي الكذبه اللي اكثر انتونسيتي في واحد يعني يتعلم الهضره هذه. يلفي الكونتريس كيف يقول العكس منه. هل السيد هذا قدامنا يعني نهار طالع يعني في نهار طالع قال لك ما كنتش كنت ضد العهد الخميسه، ما كانش مع العهد الخميسه وحنا نشوفوا فيه. عجب يعني، اقسم بالله عجب. سي لو بريزيدون، لست بريزيدون يعني هذا تهدر عليه الامم المتحده وعنده جيرانه في اوروبا يشوفوا فيه ويعسوا فيه لي ديكلاراسيون تاعو واتر بريز يعني بكل ثقه. يعني ان بريزيدون ا ديكلاري سا باس سالي با اكس و يغريك اللي هدر. قال ما كنتش يعني في عينينا في عينين المجتمع قالت لا ما كنتش. ها عجب سيدي. ودركا وقاعد وعنده حاجه تخربيشين اربع دقائق باسكو نوبلي رابا. هو قال واحد خطره كرمو بن صالح وعطى له ميداي بلي هذاك، وقال لك هذا الراجل على بوتفليقه اللي عطى فينا ثقه. هو هذا السيد جا باش يدير ان بلون، عنده خطه هو بركه باش يوكلنا يعني قاعد بالعقل يامورتيسي لو شوك تاع السورد اللي راح. وهو قال نجيب السورد في قضيه الصحه يعني ما على بالنا. ما نقول لكم شنو هو يعني ماينه يعني. أقسم بالله ماينه يعني. والله ماينه يعني في الكلاسيفيكاسيون، حتى في الكلاسيفيكاسيون ورانا نشوف والناس كل تشوف احيانا تشوف التلفزيون ناس تنادي على 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 عمليات بسيطه تحب تخرج لبرا. لي ميديسان هجرت الاخر الصحه والتجاره سو كي فيك وما يكونش عندك 50 مليون تموت لا ديبوندات. السوارد اللي يحطوها انجلوتي تروح يجيبوا سكانر، سوني با لا فوت نتاع اللي كسروا سكانر باسكو وصاه واحد عنده كلينيك بريفي باش يديروا ولا اللي ساعات يدوا له سكانر يسكاني به يدي على ظهر الدوله كي الجنح يدير الجنح تاع الدوله ويدير. نو سي باسكو تو سامبلومون الناس حنا عندنا في المجتمع ديما يشوفوا الاول واش يدير. كي تشوف الاول واش يدير باسكو اللي كاريزماتي اللي يقدر يكون عنده ليدرشيب كي يعطي واحد مثال المجتمع يقول لك ما دراك. وان اتذكر اريك هونيكر اللي حكموه على جال الدكتاتوريه بلي راه دار ستازي وقتل الناس وتيرا على الناس اللي راح تصعد في الحيط بين الالمانيتين. والتفت الى الصحفيين وقال لهم انا لم اكن لص. وحتى جورج واشنطن قال انا يا عندي الرزق ما نسلكش. وحتى السيد نتاع الفلبين هذاك اللي شوتي الناس يسلك 700 يورو. قداه يسلك تبون؟ قداه النكوت تبون؟ قداه النكوت شنقريحه اللي هو يهضر لك على مليون مدو في الشهر؟ مليون سي 50 يورو مليون. يعني ان تاي تاع لا تاي دون فامي الجيريان حسب الامم المتحده سي 6.5 يعني لا موين دو لا تاي. انت مليون تمدو في الشهر تطلب الناس من المره الاولى داروها الخدمه هذه يعني من المره الاولى الخدمه هذه وكان يعني التفاحه هي التي يعني السكين ما قال حتى شيء. التفاحه هي اللي راحت السكين وقطع يعني سي ا بري ينفرسي ولا راه. وكان يهدر قدام الناس ويقول مليون مدينه هو دوك يلعب اللي اون ترين دو كونتي. وهو اللي قاعد من جماعته يلعبوا باحتياط الصرف في فرنسا او على بالهم سا سير اكي لان نعرفوا دوك احتياط الصرف شكون لان كيشراو اوغوستا نسبه اوغوستا اللي فيها خراب سي تو مليار رانا في 1.3 مليار دو بيرت شكون البنك؟ انت تحكي على رافينيري في ايطاليا.
شكرا أنه هناك خلل في التواصل بالإنترنت. سنعود إليه لأنه كان يحكي على أوغنستا اللي هي رافيرين في إيطاليا، واللي قال المدير سوناتراك أنا ذاك بأنه كانت صفقة ناجحة عملتها سوناتراك، أنه شريت هذيك الرافيني شريتها ظهر من شركة أمريكية مش متذكر اسمها، لكني شركة كانت مملوكة لشركة أمريكية أعتقد أنه موبيل حاجة يعني، حضروا عليها كثير من الصحف الإيطالية اللي كانت فضيحة كبيرة، لأنه هذاك الرافيني كانت كارثة والمصاريف لإعادة تشغيلها كانت كثير كبيرة. لكن الوزير للتذكير فقط، هذاك نفس الوزير هو الآن راهو خارج البلاد، مش وزير اللي كان مدير سوناتراك. نعود إلى الأستاذ فالح حمودي، نأخذ منه تعليق فقط على ما قاله تبون على وضع الصحة وعلى الإجراءات اللي اخذوها يعني في قضية المليون وقضية التسهيلات والإعفاء من الضرائب وكل هذا الكلام. نعم، أنا خليني نتكلم كنقابي فيما يخص الضرائب. نعم، لازم يعرف المستمع بأن ليرجي الضرائب اللي نقصها على العمال لا تساوي أكثرها تساوي 2500 دينار، معناتها 15 أورو. وفيه من موظفين والعمال اللي زادوا لهم 5 دينار. العامل اللي راه يشيل 3 ملايين و500 عنده 5 دينار زيادة في الـ ESG. وهذا يخلينا نتكلموا على شكون نابل لا جوستيس فيسكال، المساواة في الجباية اللي الحكومة ما قامتش بها، واللي هي تنص عليها المعاهدات الدولية نتاع منظمة العمل الدولية. وهذا يخلينا نطالب كذلك السلطة باش تراجع كل البرامج، كل البرامج تاع اللي هي تراجعه، لأن الناس اللي ياخذوا 35 ألف دينار فما فوق ما بتسهمش هذا الإجراء، وهذا إسحاب في حق العمال وفي حق الموظفين. بالنسبة للقطاع الصحة، القطاع الصحة ليس بجديد بالنسبة للمسؤولين الجزائريين. أنا كنت متابع منذ أيام الفيديو نتاع الوزير بوضياف اللي كان يتكلم في 2017 على أن مازال الصحة سيصبح في مستوى عالي في الجزائر، في كان يتكلم آنذاك ويقول في وقت قريب، وإذا به القطاع الصحة في أزمة كبيرة قبل اليوم واليوم، وسيكون غدا ما دام هذا النظام باقي على رأس الجزائر، سيكون القطاع الصحة سيكون دائما في تدهور. لماذا؟ لأن السلطة ليس لها رؤية في كل المجالات، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو حتى ثقافيا. وما دام نتكلم على قطاع الصحة، قطاع الصحة مرتبط بكل القطاعات، ما لازمش نحيو قطاع على قطاع. والقطاع الأساسي أو الشابيتر العنوان الأساسي وهو السياسة. إذا كانت السياسة أرجاء والسياسة في يديروها ناس غير شرعيين، ما لازمش ننتظروا أن تكون سواء قطاع الصحة أو قطاع آخر يكون في المستوى. بالنسبة كذلك لمقالها تبون فيما يخص منظمة العمل الدولية، أنا أقول تبون كنقابي وقلنا باللي لازم تطبقوا المعاهدات الدولية اللي انضاد عليها الجزائر فيما يخص سلامة وتأمين العمال داخل مكان العمل. الأطباء اليوم راهم يموتوا، الممرضين اليوم راهم يموتوا، ونزيد نقول باللي هذا الأسبوع في تيمسان، في مستشفى تيمسان، تم الاعتداء على أطباء وعلى ممرضين من طرف الناس
لوالديهم ماتوا داخل المستشفى. وهذا يخلي هذا ليس بعيب، وهذا ليس بالعيب، ليس في المجتمع او في الشعب، وليس العيب في 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 الطبيب او في الممرض. العيب في سياسه الدوله، في منهجيه الدوله، في التفسير الخاطئ لقطاع الصحه في الجزائر. ويخلوا الطبيب ويخلوا الممرض ما بين نارين، ما بين نار تاع متطلبات المجتمع الجزائري ونار تاع التسيير تاع السلطه الجزائريه. وهذا اللي يخلي الامر يتازم اكثر فاكثر. ونطالبوا ما نطالبوش لان كما يقولوا الاساس عوج من راسه. لازم الاساس يتغير في الجزائر. طيب لا هنا كاين نعم يعني شوف تبون في تصريح سابق ايضا ذكرته الان نحاول نجيبوه في حلقات قادمه، هو لوم الشعبي قال لك يعني الكورونا مش تروح للناس، الناس هي تروح الكورونا. وثم تصريحات تاع المسؤولين الاخرين وكانهم يلوموا الشعب، يعني وكانه الشعب هو المتسبب، ويقولوا باللي نقص الوعي، يقولوا باللي الجزائريين ايضا ما التزموش، يروحوا للاعراس، يروحوا للاسواق، يروحوا لكذا، وبالتالي ما سهلوش المهمه على السلطه. وش اللي قالوا واللهجه اللي كان يحكي بها ولي تعصيف تدخل في هذا الاطار، انه الاخر الشعب هو اللي غلط، مالش حنا لا السلطه كيف تنظر، كيف ينظر النقابي لهذه المقاربه، يعني هذا الابروش. هذه المقاربه خاطئه. شوف انظروا الى لا سنتيف دو سيكوريتي تاع السياره. لما السلطه، لما الاداره قالت باللي لازم لا سنتيف دو سيكوريتي تعمل في السيارات سواء في الليل او في النهار، فان الشعب يطبق ما الاشياء التي تفرض عليه قانونا. وهذا خطا، هذه مقاربه خاطئه. والشعب الشعب يتبع القوانين ويتبع الاجراءات اللي يديرها الدوله وليس بالعكس. وهنا كذلك نذكر بان تامين الصحه للمواطن هو من واجب الدوله. وهنا كذلك فيه معاهدات دوليه مرتها الجزائر في المنظمه العالميه، في منظمه الصحه العالميه، لازم نطبقها على ارض الواقع. وحنا نقولوا كنقابيين وكحقوقيين باللي كل المعاهدات اللي انضات عليها الجزائر سواء في قطاع الصحه او في قطاع العمل ليست محترمه وغير مطبقه ولا تنفذ على ارض الواقع. كل ما يقال فهو كلام سياسي، فهو ديالوج بوليتيك سيتو. ما فيش عمل، ما فيش إجراء، ما فيش تدابير اللي نشوفوها على الميدان. والدليل الشيء اللي نعيشه اليوم في كوفيد 19، احنا نعيش بأن هناك ارتفاع في عدد الوفيات، ارتفاع في عدد المرضى. كيف أن كل البلدان فيها نقص، سواء في الدول العربية أو أفريقية أو حتى الدول الأوروبية، فيها نقص في العدد، إلا الجزائر راه هناك ارتفاع في العدد. هنا السؤال يطرح، أنا المسؤول لازم يطرح هذا السؤال، ما هو السبب اللي خلى الارتفاع في حد العدد في مجال كوفيد 19؟ ولازم نتذكره، ولازم كذلك نتذكره باللي الصحة ليست كوفيد 19 فقط، الصحة في كل المجالات، في كل دون تو لي سيرفيس. قطاع الصحة ميت، قطاع الصحة مريض، وليس هناك اي استجابه لهذا للمواطنين في قطاع الصحه وفي كل مجالات غير مش قطاع الصحه فقط. كما قلنا بان كل مرتبط كل قطاعات مرتبطه ببعضها البعض، واساسه وهو ان تكون عندك سيفيروس ورقه طريق لتضمن لك معالجه كل هذه القطاعات سواء في الصحه، سواء في العمل، او سواء في السلاح او قطاع اخر. نعم. وهذا الشيء اللي برانا نشوفوه في الجزائر، ما نشوفوه عند السلطه الجزائريه. وبالتالي المعالجه لازم تكون في اعاده النظر في الحكم في الجزائر، مش دابور. نعم. الحكم في الجزائر. وهذا يخلينا باللي نرجعوا للحراك ونرجعوا لمطالب الحراك، ونقولوا باللي الحراك ثبت والتاريخ فيها حق على انه على يقين بان هذا النظام مازال باقي، لان الشيء اللي كانوا يقولوه وزراء في عهد بوتفليقه
ماذا يقولون المسؤولين اليوم؟ وش اللي كانوا ينفذوه وزراء في عهد بوتفليقة ما زالوا وزراء ومسؤولين ينفذوه اليوم؟ وعليها نقولوا لم يتغير شيء في الجزائر. نعم. والنظام باقي وعليه لازم نكونوا في مستوى. شكرا ليك. نعم. وتطلعات. نعم. شكرا. نعم. يطالب بدولة مدنية مش عسكرية. شكرا ليك سفالح حمودي الناشط الحقوقي والنقابي من مدينة تلمسان غرب الجزائر. عاد إلينا الناشط السياسي أستاذ محمد دعدي. نكون معك فقط سؤال حول قضية تحميل المواطن المسؤولية على هذه الزيادات في الوفيات، الزيادات أيضا في عدد الإصابات بجائحة كورونا، من الرئيس إلى كل الوزراء إلى الولاة، هناك خطاب يوحي بأنه هناك فهم أنه الشعب هو اللي ما التزمش، لو كان التزم الشعب بتعليمات السلطة لو كان ما وصلناش لهذا الحد. كيف ينظر الناشط لهذا الكلام؟ شوف أخويا كريم، الفاشل أخويا كريم، الفاشل هو اللي يرمي الفشل على الآخرين. أنت راك مسؤول، شو معناتها مسؤول؟ مسؤول أنه الناس تسألك، أنك تحط أنت رئيس كرئيس جمهورية مثلا، كتبون رئيس جمهورية، أنت المفروض تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. أنت لما ما تحطش الرجل المناسب في المكان المناسب، أوتوماتيك مواعدك راح يلوم اللي يحط راه واحد آخر، وهي رايحة حتى تحبط أدنى المستويات. انت لما غلقت البوليده اول شيء، وكانت نتائج الشعب التزم بالحجر الصحي والتزم ببيوته وما يخرج اذا خرج يخرج الا بالكمامات وما الى ذلك. ولكن الشعب خويا سليم، لما انت ما توفرلوش السمين الدقيق، لما ما توفرلوش الحليب، لما ما توفرلوش الماء، كما قلت لك الماء احنا شهر ما جاناش في مدينه الاربعاء في حي 5 جويلية، شهر ما جاناش خويا سليم، فلما كيفاش ينقي هذا المواطن هذا؟ كيفاش ينقي؟ انت لما ما توفرش غرفة الإعانات اللي كانت تبعتها فخامة الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري التزم الحجر الصحي في 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 في, في بداياته. ولكن انت ما باش توفر له غرفة باش ياكل انت، وما تقول له لما يقول لك ما لحقتنيش الغرفة تقول له طلاب، وواحد يعطيك في الفيسبوك درت منشور خطرة قلت ماهوش وصلنا الغرفة اللي يهضروا عليها ما وصلناش. لا تكمل الدباب الالكتروني والدباب الحقيقي ومش عارف واش وطلاب، وكانه انت لما يمنع عليك يقول لك اغلق التجيريه تاعك واغلق المطعم تاعك واغلق العمل تاعك وما تفتحش المحل وما تفتح عندما تاكل واش تاكل انت؟ سبحان الله بحمدك قال لك اعطينا مليون، صدقني نوصل مليون، صدقني شوف كنت نروح للعاصمه لو كان مشيت فقامت الشعب الجزائري مساعدات تاع الحراك، كان كنت ننزل اسبوعيا للعاصمه نجيب 20 قفه 25 قفه للارامل اليتامى وما الى ذلك. خايبين ما كاش تشوف التلفزيون، نعم الشاحنات تدخل، هذه يقول لك شاحنه من قسنطينه وشاحنات من كذا وكذا، صحيح شفناها. نعم في الواقع ما كاش خويا سليم ما كاش. نعم. هذا المواطن هذا لما ولا يخرج خلاص تقضي الحال، لما كما يقول عمر رضي الله عجبت لمن لا يجد قوته وقوته، يعني كيف يخرج شاهد القتال على الناس؟ كيف انا نلتزم بالحجر الصحي ونقعد في داري وعندي ربع دراج والاخر كان عندي سبعه وخمسه وثلاثه وما الى ذلك؟ احنا هذا الحي اللي نسكن فيه خويا سليم فيه 3000 عائله، يعني اذا كان في العائله فقط نقولوا مثلا خمسه عباد ولا فيه 15000 ساكن، 15000 ساكن نروحوا للبلديه باش نطلبوا الاعانات ورئيس البلديه يقول لنا روحوا ديروا لجنه. العلم خويا انه هذا الحي هذا يضم عده احياء جابوهم، يعني هذا الحي حي واد مشايخ من حي النخيل جابوهم من فاريك وكذا وما قدروش يديروا، يعني كل حي ما يقول لك هذا هو السبب، يعني اذا احنا ما قدرناش نديروا لجنه انت ما تزعجش على الناس، قال لك لا انا تجيبوا لي لجنه وبعثوا لي الناس باش نبعث لكم غير هذا ما. يا سيدي قلنا له على الاقل مادام كاين ست احياء ولا هنا في هذا الحي هذا الكبير هذا خلوا نديروا حي لجنه تاع حي واد مشايخ حي لجنه تاع حي النخيل لجنه تاع مباريك حي بيضاوي، قال لك لا ديروا لي يعني يعطيك شروط اعجازيه باش ما يقدملكش المعونات يعني. وهذه ما يبداو يتكلم عليها تبونه، والله صدقني ما لحقنا والو، هنا ارامل اليتامى والناس والله ما لحقهم، والمليون الثاني والثالث في طبعا المليون الثاني هذا المليون الاول الحق باش تكلم المليون الثاني والثالث سبحان الله وبحمده. ومن لما بدات تنفرد شويه الازمه هذه بديت حقك تاع الماء تاع التليسيتي تاع الكراء تاع كذا، لا هذه صح هذه اجور هذه لحقك هذو شوف الخدمه الوحيده هذه صح هذه تلحقك الوقت وقع تاع التليسيتي تاع الماء جمال المليون كذا لا تلحقك، اما المعونات والله ما تلحقك
هو تقول لك الشعب الشعب ترى ما متوفرش الحليب مثلا مادة الحليب وتكلم شحال خطر عليها مثلا في قناتكم الكريمة ما توفرش الحليب الى بربع ايام خمس ايام ما يجي اوتوماتيك والناس تخرج تدير اشياء على الحليب تنسوا تخرج كيف تغلق تغلق على الناس فجاه هكذا فجاه الناس راهي تمشي وتخرج ما تغلق هذا التخبط هذا يغلق ساعه يغلق على زوج يغلق على ثمانية يغلق على ستة يغلق ايش التخبط هذا يا ما عندهمش برنامج ما عندهمش مشروع سياسي ما عندهمش عندهم فوضى عايشين في الفوضى العارمه هذا واش كاين خويا سليم نهضر بكل صراحه يعني الناس لما تصور واش يصرى في المستشفيات مثلا الاخ اللي كيما صرى مع الاخ رياض سلطاني اللي صور في مستشفى مسكره مثلا المفروض يعني تبغي يفتحوا تحقيق طيب نشوفوا هذيك الصور طيب واضح ونشكرك جزيل الشكر نشكرك جزيل الشكر استاذ محمد دعدي الناشط السياسي من مدينه البليده وسط الجزائر كان معنا الياس مرابط رئيس النقابه الوطنيه لممارسي الصحه العموميه عبر سكايب انقطع فجاه نحاولوا التواصل معه خلال هذه الحلقه نعود اليك فقط حتى تكمل الفكره استاذ العربي زويميه لانه انقطع الاتصال بك وصل كنت تحكي على رافينيني تاع اوغستا في ايطاليا كنت نعطي في بعض المعلومات يعني نذكر فقط رافينيني كانت تملكها اكسون موبايل الامريكيه واشترتها سوناتراك ايام عبد المؤمن ولد قدور وقلت بلي ولد قدور هذا راه خرج البلاد وكان في 2018 وقع عليها يعني فضيحه كبيره والتحقيقات لكن ما اعترفوش يعني قالوا بلي مازال كانت صفقه قويه لسوناتراك لو تكمل فقط الفكره حول ما قاله تبون من استراتيجيه اللي كان يحكي على المليون وتخفيض الضرائب قبل ما نروحوا نحكيوا على قضيه البرلمان انا حبيت نقول معذره على الانقطاع حبيت نقول باللي السيد هذا يعني ما نقدروش يعني نناقشوا موضوع بمعذره على موضوع اخر لان السيد هذا ما عندوش برنامج السيد هذا قاعد يضر في البلاد كل نهار السيد هذا قاعد يعين قاعد يمد قاعد يقسم في الريعي لا رمني نيمبورت كي دو سو نيفو السيد هذا ليس في عصره وانا قلت لك انا السيد هذا يقول لك مليون سي بوسيبل يعني البلاد هذه واش وقع فيها وكأن السيد هذا عنده بطريقه خير من واش اسمه النظام اللي جابه عنده خير من واش اسمه السيد هذا دخل ناس حضر لتدخل ناس ولازم يتحاسب نهار هو وجماعه اللي دخلت ناس لن نفرط في ساعة واحدة من نزع الحرية ولن يذهبوا أنا على بنا والرايحين لكن واحد يجي ثاني ويزيد يعود كل مرة لإمام زرار بنفس السلوك بنفس ليزيكيب وأنا قلت لك أنا أعطيتك مثال يعني تتصور لا سوسيتي جينيرال الذي تاع فرنسا حكم علينا السماء ولا واش هو يعني حكم علينا السماء ولا واش هو سي لا سوسيتي جينيرال كي لي كونساي بور أشتي إكسون موبيل بوركوا جاشيت إكسون موبيل على علاش سي محمد على وين في سي قليه انا نحب نستثمر بربعه دور ومن بعد 8 دور نروح ندخل فيها انا ديريكتومون برسك مليار ومن تنصي راح توصل لي ديبونس تاعها اكثر وعيطنا عيطنا 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 جابوا واحد كان كيس الحمام قال له واحد كيسني في الحمام سماني عبد وقال له اكسون موبيل نو ريباري دي مينا جابوهم يتفاد تتمسخر بمصير المجتمع تزي دوله هذه مصير امه هذه بلاد دونك سي بوسلا كل نهار ويجي ويقولها ويقول يعني علنا تيسي يعني الصحة تاعنا احنا احسن يعني بابوسيبل اقسم بالله بابوسيبل يعني عيناني ويزيد غدوة يزيد يتلقى وكل يوم هو يجتمع وكل يوم هو يعين وكل يوم هو يمد في المناصب وكل يوم كما هكا يلي كيب نتاعو انت وزير الصحة ذاك يلي لو لور دو لا تير اكثر ثقلا واكثر بطئا ويلقي نابورت كو يرفس ويعفص الصحه هذه نقول لك والله يوم يري قالها واحد كما تكونش ان بلان يعني جلوبال تاع الجزائر يعني عام مخطط عام طايح اكثر من وقت يخص اركان الدوله وبرامجها يعني برنامج نجده اقتصاديه اجتماعيه نقول لك جوا طويل المدى
لماذا؟ باش نقدروا نرجعوا ونحكم القانون. تاني هضرت مع دا حتى معنا غدوه يزيد الاكسجين ما كانش، وغدوه يزيدوا يصورونا لي زوبيتو، وغدوه يزيدوا يموتوا، وغدوه. عم بكرنا 17000 كا برك، رانا 17000 كا، البلاد عيات تشتوى 17000 كا. هذا البلاد اللي عندها يعني امكانيات وعندها الوسع والرحمه وعندها انارمين تاع 600000 افيك لا جوندارميري لا بوليس 100000 يسموا سون بارلي دو 1 مليون 1.5 مليون دو ريزيرفيس. احنا عندنا لي بلو كرون نومبر دو ريزيرفيس نقدروا نحطوا في الميدان زوز ملايين مقاتل. هذيا وعياو كلهم هما يبلاكيو افيك لور نيفو وهذا مكان ما كانش مطلوب منا احنا. شمالي لازم انا جايك وش هو مطلوب صراحه. ما نقول لك بالكلام تاعك هذا ماهوش هو راي رئيس البرلمان يعني في النهايه هي مؤسسه المهمه في الجزائر سليمان شنين، وماهوش راي ايضا رئيس مجلس الامه اللي هو ثالث رجل في الدوله اللي هو السيد صالح جوجين. نسمع واش قالوا في مختطف واش قالوا في الاختتام الدوره السنويه ونعود لهذا الخبر ايضا لعلقوا عليه كثير من الجزائريين. نتابع مناقشات وحسب الاقتراحات سرا يكون اول دستور ماهوش فقط تاع مرحله من المراحل. هذا دستور باش يبقى مع الاجيال ما يتغيرش. رئاسه الجمهوريه بواقع الوباء لتعطير مسار الإصلاح السياسي، بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى تعديل الدستور بعرض المشروع التمهيدي لتعديله للنقاش وفق إرادة واضحة في التعامل الإيجابي مع مقترحات القوى الوطنية المختلفة حتى تتمكن الجزائر من إعداد دستور للجمهورية بعيدا عن الشخصنة والظرفية والمزاجية. مهم كان هذا مقطع من حديث طويل راح نسأل عليه الأستاذ الأخضر بن خلاف البرلماني وأيضا القيادي في حزب العدالة والتنمية، هو معي عبر هاتف من الجزائر. راح يبيك أستاذ الأخضر بن خلاف. وأنا ابتسمت يعني وأنا نسمع السيد سليمان شنين والسيد صالح جوجين لأني ذكرت تعليقات كثير من الصحفيين وكثير من السياسيين اللي تابعوا الكلمة تاع سيد سليمان وسيد صالح جوجين. قالوا لم نخرج من الغابة، يعني ما زلنا في نفس الغابة. يعني كانوا في وقت بوتفليقة رؤساء برلمان ورؤساء لمجالس الأمة يتحدثون بنفس المفردات. هناك يعني ابتذال في مدح الرئيس. زمان كان فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم سيادة الرئيس بوتفليقة، وعبارة عن تمجيد لإنجازات البرلمان وإنجازات مجلس الأمة. في النهاية المواطنون يتساءلون اختتام سنة برلمانية ما الذي يعني للجزائريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل أن أجيب على هذا السؤال، كنت نسمع بكل جدية ما يقال حول وباء كورونا وما يقع هذه الأيام في الجزائر والمنظومة الصحية التي نعيشها التي ورثناها عن العصابة، وأريد أن أتكلم ولو بعض الدقائق في هذا الموضوع ثم أجيبك على موضوع البرلمان والدستور إلى غير ذلك. طيب تفضل. باختصار شديد، نحن اليوم في الجزائر نعيش وضع خطير وخطير جدا من حيث الإصابات بكورونا. أنا لا أتكلم عن الأرقام الرسمية لأنها بعيدة كل البعد عن الواقع. أنا أتكلم على الواقع الذي نعيشه في المستشفيات، ولا أتكلم عن تلك الأرقام لأننا في البلد لم نعمل بطريقة تشخيص الوباء العام كما تعمل به كثير من الدول، وإنما نشخص فقط للذين تظهر عليهم الأعراض ويأتون إلى المستشفى، ومن ثم الكثير لا يأتون في المستشفى أو في بيوتهم مرضى بكورونا، وهناك من أصيب ولكن لا يأتون. واليوم المستشفيات امتلأت وطاقة الاستيعاب أصبحت لا يمكنها أن تستقبل المرضى، وهذا هو الشيء الخطير الذي نعيشه. نحن لا نحكم على المنظومة الصحية من خلال ترتيبها بالنسبة لإفريقيا أو المغرب العربي، أو كما كانت تكذب علينا العصابة تقول بأننا نقدم خدمات
أحسن من فرنسا وبلجيكا وأمريكا إلى غير ذلك، ولكن نحكم على المنظومة الصحية من خلال ما نعيشه اليوم وما عشناه اليوم من خلال وباء كورونا. ومهما في الأصل ما قدمت هذه المنظومة الصحية من أعمال جبارة، فنقول دائما أننا ما زلنا لم نصل إلى المستوى المطلوب كي نشجع هؤلاء على القيام بما يجب القيام به، عوض أن نرتبهم ونجعلهم قبل المغرب العربي وإفريقيا والعالم ككل. فالواقع اليوم بين أننا لسنا لنا منظومة صحية إطلاقا، هذا من خلال ممارسات العصابة والمنظومة الصحية الهشة التي تركتها. لأن هذا الأمر لم نقوله اليوم، قلناه ونحن في 2018 نناقش قانون الصحة، وقلنا بكل وضوح أننا إذا صرفنا 8 ملايير دولار لإصلاح المستشفيات ووضع منظومة صحية فإننا لم نحقق الهدف من خلال الهياكل ومن خلال ما نراه اليوم. إذا غلط يعني تبون أليس كذلك؟ غلط ولا غلطوه ولا أعطوا له معلومات خاطئة ولا هو إنسان مش مطلع يعني لما قال أنه منظومة الصحية هي أحسن من أحسن منظومات في إفريقيا والمنطقة المغاربية؟ يعني فعلا كانت زلقة أليس كذلك يعني في النهاية؟ والله نترك المنظومة الصحية نحكم عليها من خلال الواقع. صحيح. فعندما أراد الأطباء أن يتكلموا عن هذه المنظومة الغير موجودة أصلا ضربوا بالهروات في المسيرات وضربوا في مقر عملهم في المستشفى الجامعي بالجزائر العاصمة، وكان هذا هو مصيرهم، لأنه كل من أراد أن يتكلم في ذلك الوقت يكون مصيره السجن أو العصا. ومن ثم كانت النتائج طبيعية جدا أن تكون هذه المنظومة الصحية. ولولا قدر الله سبحانه وتعالى أولا والجيش الأبيض ثانيا من الأطباء ومن كل مستخدم الصحة لما وقعت الكارثة. واليوم وبعد أن مس الوباء يعني عدد كبير من هذا الجيش الأبيض رأينا النتيجة اليوم أين وصلت. عندما نقصت الإمكانيات رأينا النتيجة أين وصلت. ومن ثم اليوم الأصل لا نتحدث عن فعالية هذه المنظومة الصحية لأنها ليست هشة فقط بل ليست موجودة أصلا. وعندما نذهب إلى المستشفيات نرى ذلك بأم أعيننا. فعلينا إذا أردنا فعلا أن ننقذ الموقف وندق ناقوس الخطر أن نحضر كل الإمكانيات للجيش الأبيض كي نمكنه من عمله ونحفزه ونضع له التأمين لنحافظ عليه حتى بعد وفاته لا قدر الله، كي نحافظ على أسرته إلى غير ذلك، ونضع التحفيزات المالية اللازمة والإمكانيات اللازمة كي يقوم هذا الجيش الذي أصيب في كثير من الولايات وبأعداد كبيرة. فاليوم الوضع خطير وخطير جدا، يرجع بالأساس إلى المواقف المتذبذبة التي اتخذت وإلى القرارات التي لم تنفذ. فأعطي مثال مثلا بسيط، أن الوزارة الأولى يعني أرسلت المرسوم رقم 2159 الذي يعطي الحق للنساء الحوامل والنساء اللاتي لهن أولاد أقل من 14 سنة أن يبقوا في بيوتهم، لكن هناك بعض المؤسسات التي يعني تأخذ قرارات مجحفة في حق النساء وتلزمهم بالوصول إلى مقر عملهم وتهددهم بالإجراءات التأديبية للأسف الشديد، كشركة نطال، كشركة مثلا لوان التبي في قسنطينة بعين سمارة، وهم يلزمون النساء الحوامل بأن يأتون إلى العمل. تكلمنا في الموضوع مع مديرية العامة للوظيفة العمومي وأكدت بأن تعليمتها رقم 14 واضحة، وإذا كانت هناك مشاكل في الوزارات أو في الولايات أو في الدوائر فقالوا لنا أعطونا هذه الدوائر ونتكفل بالموضوع. ما هو المشكلة هذه هي أستاذ الأخ، المشكلة هذه هي المشكلة تاع سيستام، يعني مشكلة تاع نظام كامل. يعني لو كان آليات أوتوماتيكية وآليات رقابة وآليات تنفيذية وعلى الأقل يعني ما تكونش هناك سنتراليزاسيون
لوكارا المشاكل هذه انت تعلم انه لا تجدها في تروح لاوروبا لا تجد الاشكاليات. يعني ما يمكنش انه موظف في مدينه مرسي من فيش تعليمه جايه من باريس مثلا او في المانيا في مدينه على لانه كاين اليات تلزمه بذلك. انا بالفعل يعني كمل الفكره يعني. نعم هذا دليل بان المنظومه الصحيه يعني هشه وبان القرارات لا تنفذ من تاع المسؤولين. ومن ثم حتى عندما لجانا الى الوزير الاول ورسلناه البارحه فزالت مع بعض المؤسسات يعني تتبجح وتاخذ القرارات المجحفه والظالمه ويحقرون حتى النساء في هذه الظروف بعدما حقروا عمال سياره الاجره وعمال النقل والعمال الذين يعملون باليوم ولم يقدموا لهم حتى المساعدة التي وعدوهم بها. في ظل هذه الظروف عوضا أن نقوم بكل هذه الأعمال أضافوا لهم في البنزين وأضافوا لهم في سعر المازوت ونرى اليوم من يسدد هذه الفاتورة للأسف الشديد. فهناك تذبذب كبير في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها على الميدان. نعم هذه نقطة بالفعل يعني بالفعل يعني ما كانش مكانش مبرمج اني نسالك على هذه النقطه، لكن ما تقول به انت الاستاذ الاخضر بن خلاف هذا مهم جدا وربما قد يدفعنا الى ان نعمق النقاش فيه. ماذا بيك تكون جاهز تكون معنا يعني خلال يومين ثلاثه نحكي على قضيه العلاقه بين اصدار القرارات باي تصور وقضيه تنفيذها على الارض ليس في قطاع الصحه فقط. فظهر انه عندك معلومات من موقعك برلماني عن هذه القضايا، لأنه الوقت راه يداهمنا راح يكون نقاش واسع حول هذه القضية ونعدوك تكون معنا يعني مادام راه عندك هذا الكم الكافي من المعلومات. نعم لو تعطيني يعني فقط نعم لأنه الوقت داهمنا لو تعطيني التعليق فقط على ما سمعته من سيد سليمان شنين والسيد صالح قوجيل معنى البرلمان ومجلس الأمة في هذا الوقت في وقت الحراك الشعبي. وشني هذه الحصيلة اللي عملوها؟ وشني هذا الكلام هذا أنه رانا داخلين في جزائر جديدة ربما لا يحلم بها حتى من هم في أوروبا؟ كلمة قبل هذا فقط، كذلك على المواطنين أن يتحملوا مسؤوليتهم. نعم. فأقول أننا لنا مسؤولية كبيرة في تطبيق إجراءات الوقاية. فهناك من ما زال ينظم الأعراس والجنائز، ففي الصيف مثلا في عرس واحد هناك 90 إصابة بالكورونا. ولهذا لابد أن ننتبه كمواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الوقاية كي نقي أنفسنا ونقي عائلاتنا ومواطنينا من هذه الجائحة التي أصبحت اليوم الأعداد مخيفة جدا. بالنسبة لموضوع البرلمان، للأسف عندما نسمع خطاب رئيس مجلس الأمة نعتبره في الحقيقة أنه خارج مجال التغطية تماما، فهو إلى اليوم لم يطبق حتى القانون وما زال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رغم أن النظام الداخلي لمجلس الأمة يقول أنه ينتخب رئيس جديد بعد 15 يوم. فالسؤال الذي يطرح، ماذا يفعل هذا الرجل في هذا المنصب؟ ولكن الجواب هو ليقوم بهذه التصريحات المتخلفة وكأنه يخاطب شعب في السبعينات بأننا نضع دستور يبقى لأجيال قادمة، وهو لا يعلم بأن الشعب الجزائري بكامله رفض هذه المسودة التي وضعتها لجنة بناء على إيديولوجيتها. ونحن نحكم على المسودة ليس على الأشخاص، لأن رئيسها قال بصريح العبارة نحن نضع دستور لمواطنين وليس لمؤمنين، وعلى الموروث الحضاري للشعب الجزائري سيذهب تدريجيا في الدساتير القادمة، هكذا قال رئيس اللجنة. فنحن عندما نحكم على هذه المسودة فهي مسودة جاءت بعيدة كل البعد عن التطلعات التي ينتظرها الشعب الجزائري، وكأنما الشعب لم يعيش ثورة شعبية سلمية لمدة سنة كاملة، وكأنما هؤلاء وهي الحقيقة يعيشون كل البعد عن بلدهم وعن الأهداف التي يريدها الشعب الجزائري من الدستور. ومن ثم يأتي رئيس مجلس الأمة بهذا الخطاب الذي في الحقيقة وكأنما لا يعيش معنا. فهذا الدستور الذي يتكلم عليه هو الرجل الأول في الغرفة الأولى أو الثانية هو أصبح اليوم
ليس أولوية من الأولويات، لأنه أسوأ من دستور بوتفليقة. كنا عندنا مشكلة في صلاحيات الرئيس، هذا الدستور أضافوا فيه صلاحيات للرئيس، ومن أهمها أنه وضعوه فوق الهيئة التشريعية فيصبح يشرع بأوامر عند شعور البرلمان في العطلة كما يشرع عند الاستعجال، معناها أن البرلمان مستقبلا يكون مجتمعا ولكن الرئيس هو الذي يشرع في مكانه بحجة الاستعجال. من يحدد هذا الاستعجال وبأي طريقة يحدد هذا الاستعجال؟ فما عشناه اليوم خلال سنة من عدم احترام القوانين في تسليم التقارير التمهيدية وعدم احترام القوانين في المناقشة، سنراه مستقبلا مدسترا كي يصبح الرئيس هو الذي يشرع مكان البرلمان. وقد أعطيت صلاحيات واسعة جدا أكثر من صلاحيات سوبر الرئيس المخلوع الذي ذهب وترك تلك الصلاحيات. ومن ثم هذا الدستور اليوم نستطيع أن نقول قد أصبح ليس من الأولويات، خاصة مع الوضع الصحي الذي نعيشه ومع محتواه. ومن ثم الأولوية لإيجاد مؤسسات شرعية تنبثق عن الإرادة الشعبية هي من تضع الدستور الذي يأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك ومطالب الشعب الجزائري. جميل. ويضع دستور ليس لأشخاص وإنما لدولة بيان أو النوفمبر أو الدولة الجديدة التي يتكلم عنها هؤلاء ولا يعرفون حتى مضامنها. طيب جميل، يعني على الأقل سمعنا من داخل البرلمان صوت يعني مغاير لما قاله سليمة شنين وصالح جوجيل، لأنه الذي يستمع إليهما كان يعتقد أنه هذا هو الدستور ورسالة جديدة ستأخذ الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ الأخضر بن خلاف القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني الجزائري. أستاذ العربي زويمية، مازال عندي سؤالين. أولا السؤال الأول حول حكاية البرلمان وهذا الخطاب اللي عمله سيما شنين وصالح جوجيل، اللي هو في الشكل يعني نتحدث عن نوع من الشخصيات اللي هي مهمة في كل دولة في العالم، يعني رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي أو رئيس برلمان فرنسي أو رئيس مجلس اللوردات البريطاني أو يعني في بلد آخر منصب مهم، لكن الشيء اللي سمعناه فعلا ما هواش هذاك، يعني هذاك القد، يعني ناس عايشة في عالم آخر قال كثير من الجزائريين. لا سليم أخويا، مش عايش في عالم آخر، هو تاع لوردات، تاع لورد كومبير، تاع لورد التقاليد، مش تقاليد بعيدة، تاع لورد جاي عند الدول ذاك إلي ولا نقولوا لي بارلمونتير بريطانيك إلي ولا البرمي مينيستر الثاني إلي، سي لا ماجوريتي في فرنسا. كيف مش يدخل كيشكر لي الرئيس باسكو يعطي له يسلك فيه، إنهم برامج صوتية يدو كل صداقة the name of the game هي الدكان، لأن في قلوبهم ورقة نقدية ما كان وطنية لا والو، ما كانش منها هذه البراميل. شنين رئيس برلمان تتمسخر واش هو؟ ما عنباليش هذا شنين، شفته مرة في القناة يهدر لك تتعرفوا ديجا بعد ديجا شوف راه واقف كان غلب الصيد، راه مع الصيد كان غلب لي يطاكي الصيد ومع لي يطاكي الصيد، راح كي لا كومبيني سيدي كومبينا رجل ما واش اسمه او خلاف، يعني على الاقل بانت لقيت خلاف خلاف مش خلاف يتفرجك هو كورون اسلاميست نو جامي خلاف وعقله خفيف خلاف تكنيك تلقيتو ودخل ونتكلم معاه بالفرنسيه ديجا تاع لوقت الاستعمار قال لي ياكلوا يجي بارلي خلاف عقله خفيف خلاف هو يعني على الاقل عنده شويه يتبع يجيب دي شيفر واحد الوقت هذاك يلفي اني فانت باش نين شنين وكوجي تكوجي لا تكوجي لا وقت تعب تشرن ولا وقت عنتر بن شداد هذا يا سيد هذا بكوجي لا تي عباد لي تخير فيهم ما تخير فيهم هذوما سي محمد والله تخير فيهم قاعدين يضروا في البلد ديال السلواني إنهم يبتعدون إنهم يغرقون إنهم تائهون لا إجابة اقتصادية لهذا البلد ولا إجابة صحية ولا ما كانش منها مهما يكون المخير فيهم المخير فيهم إن با لا ريبونس ا سو بيي لا ريبونس ا سو بيي لازم لها اون ميثودولوجي أولا اون فورمول باش تقدر تكل على البلاد هذه تا وزير الرياضة
استقبل الشباب وعطاو له اقتراحات جديده يسموك ديكيزا. استقبل الشباب وعطاو له اقتراحات الدستور زيدوا يجيبوا لا سلام خير ولا يجيبوا المحافظ. البلدان قاعده تقفز، البلدان قاعده تدير تجري كل يوم، وحنا كل يوم احنا نستنوا في واحد راهو في 7 شهور زرقه وقاعد كي كوم لا شومبر. هذه هي لو اسمو قضيه الاجابات. قضيه الاجابات الاقتصاديه والماليه عاود فائل سطح مصطل، يعني واحد الجملة قالها تبون والناس الآن تذكرتها وحابة تفهم يعني وش كان يقصد بها بالضبط. الآن نحن نعطي لك الفيديو اللي تحدث فيه على 1 مليار دولار يقدر يدي بلوكيها ويحل المشكلة. لو تشرح لنا أو تعلق لنا على هذا الفيديو لأنه راح يفهم كثير من الجزائريين يعني وشني هو عنده مليار وحب يديبلوكيه باه يحل مشاكل اللي متعلقة اللي هي تبعات جائحة كورونا. نتابع مشاهدينا الأعزاء. نصي ما طرحت مشكلة من ناحية المادية. أنا قلت سبقت وقلت إذا كان لازم 100 مليار دولار أو 100 مليار دولار لكن لازم سير لاسونت الصحة نتاع المواطن ما عندهاش ثمن. أوني فايا با دو بروبليم مام افيك دي ديغا اللي نشوفوا فيهم بالنسبه للشركات نتاعنا وبالنسبه مام احنا نعوضهم. الامور المالي تعوض، الخسائر الماديه تتعوض، الخسائر البشريه ما تتعوضش. استاذ العربي زويميه ماذا يعني هذا الكلام؟ شوف زي وش يهرب هكا باللي تيتر زي ما شنين هذا شنين هذاك تشنين يسلك 63 مليون انت 8 مليون يسلك 63 مره اكثر ما يمد كل واحد للتي في دي ليه بين تاع البلاد هذه. ديجا 1 مليار سو ريبريزونت كوا بالنسبه للجزائر. شوف كندا وين كاين البريمير مينيستر اللي جابته امه حقيقة في عقله هو سيرفير للسيتوانيا إلي لا يفكر ليل نهار على المواطن. إن الأموال تتعاطل على العائلات في كندا ومن الناس على بالهم في كندا ولا السويد ولا الدنمارك. لو كندا إلي بور قال جو سوي بور أسوبورتي أن ديفيسيت دو 300 مليار دولار. إنها تتهاطل الأموال على العائلات في كندا. أما في الجزائر إنه يعطي فريق أول إلى علي بن علي باش يسلك 110 ملايين. هذه الهدرة، هذه الصواب. في النايم أو في كاينز بروفيت ما خلطوش اللي قالوا هو ماتش في كوستن قالهاش الألماني. هذه الهدرة، قداش تدي وقداش ندي، قداش عندك ولاد وقداش عندي ولاد. هذه الهدرة هذا هو اللي كالكيل تاع لي طامودير. ما 5 مليار دولار لازم تبلوكي 10 كون جيتو ما سرقتوش تحط 20 مليار دولار سور لا طابل. راك الرفورسمون تاع لي ريفوني تاع سمك بالك ريبرتوري ان سيستم نميريزي بالعيله بالعمار قداش ولادو وين يسكن واش دار وقداش شرى ويجيها عن طريق وما يكفرش في البوسطه وعنده سيستم باش يدير وما يخرجش ويروح قدامه السوبر مارشي. سي كوم سا تمشي الدوله 10 مليار 20 مليار باش تشريها اونسويت صحه تحط لها لي مويان دير تخلق مام دي بيدو كومباني. حنا عندنا واش اسمه الجو يليق ولا ذاك يا وكان بروبليم عندنا الوسع والرحمه عند الوسع والرحمه. هذه لي سوبيراسيون سرقوا كلش. انا نعطي مليار علاش تعطي مليار تاعك مليار جيبنا الصوارد جيبنا الصوارد اللي سرقوهم يسكتوا. هذه الهدره الهدره لازم تتعلم الناس. حنا ما جيناش الديماغوجيه تاع شنين، حنا ما جيناش نديروا الديماغوجيه تاع كوجي اللي ديبوي لونتو هو قاعد يسحك على ظهر الدوله جماعه القيلوله المدعمه وزمرهم وكلهم والذين يخربون هذا البلد والذين ينسجون كفنه كل يوم. لو بروبليم اكتيالمون هو الجزائريين يتنظموا والحراك يتنظم وعنده شاف وكل واحد يحكم مضربه كما هكا حنا نقولها يحكم مضربو مش الوالي اللي يقولها تاع الصيف باش نخدروا نلقوا لي ريبونس للبلد باش نمنعوا باش ما نبكيوش باش ما نتهانوش باش ما نرخصوش بين الجزاج ونظهروا هاملين بالدول ويضحكوا علينا ونشوفوا نساء جزائريات يديروا ستوب في مصر ويديروا ستوب في لبنان ويديروا ستوب باراير. سي سا هي كرامتنا وكرامتنا ان يذهبوا هذا البشر هذه الوجوه التي اتت الا بالدمار التي سلطها علينا الزمان سلطها علينا القدر. كل هو يسموك دونوس مسيلا سو بريزيدون فونتوش باراشيتي رملي بار اون كونغ دو فولور لوينامي لي فولور يجي نحسبوا على السكن وقالها بو يحيى. هذا السيد هذا مليار واش مليار سي محمد مليون تتمسخر بالناس شكون يعيش بمليون؟ ولدك يدير كاسكروت في الملايين
يقوموا في ساعتين، ما وراجل في وسط رئاسة الجمهورية وحدهم، هنا الشيطان بينهما، هذا موقع في البلاد هذيا. لماذا نديفوندو حنا يا الشهداء، هما ما يديفوندوش الشهداء، حنا نديفوندو أباؤنا وأجدادنا الذين تألموا نصر فيدال، حنا مش ناس الراقين كما هم، حنا مش ناس الراقين، نهدروا اليوم وغدوة، الفرق بين اللص واللي مش لص، الفرق بين المخادع والغير المخادع، الفرق بين الكذاب والغير الكذاب، وهو الكذاب ولا لا. ما عندي وش نقول في سليم. شكرا لك أستاذ العربي الزويمية الإعلامي المحلل السياسي. نذكر فقط يعني وانت ذكرت على كندا وخطط للانعاش الاقتصادي، انت تعرف اللي اول امس بريطانيا حطت على الطاولة خطة انعاش اقتصادي ب 30 مليار جنيه استرليني اللي هو تقريبا 33 مليار اورو، وتعليقات من بعدها هو فعلا هي الدراهم راح تصب على العائلات البريطانية وعلى الشركات البريطانية، خطة لمواجهة تبعات جائحة كورونا. يوم الأربعاء 8 جويلية وزير المالية البريطاني يعلن عن خطة إنعاش اقتصادي ب 30 مليار جنيه، 33 مليار أورو. هذا ما حدث أول أمس في بريطانيا تعليقا فقط على ما قاله الأستاذ العربي الزويمية. الأستاذ العربي الزويمية شكرا لك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. السادي الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لم نتمكن من التواصل معه بعد أن انقطع، كان معنا بسكايب وانقطع، نحاول أنه يكون معنا إن شاء الله لأنه مهم أن يكونوا معنا الناس تاع النقابات والنقابات المرتبطة بالعمل الصحي لكي يعاونونا على الأقل لفهم الجزائريين حول وضعيتنا ووضعية قطاع الصحي في الجزائر، وين راه رايح الآن، وكيف ممكن أنه نواجه هذه الجائحة في أفضل الظروف. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء، نلتقي غدا أيضا في نفس الموعد مع حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.